سنة عن سنة سنة عن سنة عم طلع قلبي عهد الولد يا حلو يا حبيبي ما بيعك بدي وكل سنة بحبك أكتر من سنة أكتر من سنة. زملائها بالأكاديمية أطلعوا عليها لقب قمر لبنان. معنا اليوم باستديو سيدة تينان نجمة ستار أكاديمي التاسع ماريا سركيز. ماريا مرحب فيك على موقع سيدة تينان. مصاري كيفك؟ منيحة. ماريا خبرينا كيف هلا مرحلة بعد الأكاديمية؟ هلا المرحلة صعبة ومتعبة أكثر من وقتها كانت بالأكاديمية، يعني هلا علي ضغط أكثر بكثير من وقتها ما كنت بالأكاديمية، هلا علي شغل أكثر بدي حافظ على يلي وصلت له. احكي شوي قبل الأكاديمية، ماريا مين هي؟ قبل ما تدخل على الأكاديمية، قبل ما الناس تعرفها، مين كانت ماريا؟ عمرها، شو كانت تعمل، شو بتدرس؟ 18 سنة، بدرس بالفرع الجامعي هون، وهذا عايشة مثل كل العالم، رفقاتي وظاهرة وبيت ودرس وهيك. هلا انت بتفكر تكملي مشروع الغناء، دخولك للأكاديمية قد ايه فادك ماريا؟ شو أضاف لك لهلا؟ أضاف لي كتير أشياء، أول شيء أضاف لي خبرة وكسر يعني رهبة المسرح، كيف أوقف، كيف وين عشو ركز، يعني كتير أشياء من قبل، يعني هيدي أول مرة أنا كنت إذا بدك بوقف على مسرح وبغني قدام هالقد عالم مع كل التنظيمات، تنظيمات الصوت وكل شيء، يعني أكيد فادتني بكتير أشياء، يعني حتى عرفتني عالم جديد بهيدا الدومين. ماريا شو حكم الصداقه بينك وبين عيسى وعبد الله؟ كنت مقربه من اكثر شيء غيرهم بالاكاديمي؟ يعني انا ولا مره كان عندي مشكله مع ولا حدا اصلا من كل الطلاب، بس كنت اكثر شيء سكينه، رنا، ميسا بس ظهرت يعني بعد قبل، وجان اكيد جان قلتهم من قبل. ماريا نرجع نصوت هلا هون، نحن عندنا اذا اعطيتك اسمين صوتي لزكي او عبد الله، لمين كنت بتصوتي؟ عبد الله زكي، يعني ولا انا كثير بحبه، يعني ما بعرف عن جد، كنت حتى فكرت يعني اذا شيء عن جد مين كنت تمسخر او شيء، بس عن جد انه انا في كله حدا يفوت لانه يعني موقف صعب كثير كثير، وانا مش هيك ابدا ابدا، ما زعلت من زكي وقلت له اياها حتى هو وقتها كان بالبرايم وكان نومينيت، قلت له انا ماني زعلانه منك وديك تكون قوي وان شاء الله بتربح وكل شيء. انا اسف على اللي صار، والله يا غالي يلا نعود مثل الاحباب، واذا يرضيك سمحك تقدري اشتغل على انه حضر غنية لإلي او عمل لإلي يعني، وان شاء الله خير، ان شاء الله اتوفق، يعني بعد عم نبش على شيء يكون انا يمثلني انا يعني الكاركتر اللي انا بحبه. عم تغزل اليماني وغيرتني الحنين، حبك ويامي وحكاية سنين، يا ويدي نسري يا ترجع صمني، اول جنب اول السنين سنه.